نعم، هي لقد تناولت الصحف العربية والشرق أوسطية مواضيع عديدة، منها كان التركيز على موضوع رفض البرلمان الأمريكي مرشحي البرلمان الأمريكي عفوا البرلمان الأمريكي موضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وأيضا هناك مواضيع أخرى تخص تصريحات وزير الخارجية السعودي فيما يتعلق بالعلاقة مع دمشق، وأيضا مواضيع أخرى اهتمت بها الصحافة فيما يتعلق بمرشح الرئاسة سليمان فرنجية في لبنان، وأيضا زيارة لويد أوستين وزير الدفاع الأمريكي إلى تل أبيب. نعم إسماعيل، أيضا يعني في المشهد السوري هناك زيارة لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان لدمشق، وأيضا هناك تصريحات لأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. قراءتك لهالمشهد إسماعيل؟ نعم، هي تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى سوريا، وذلك بعد يومين من تفعيل إيران منظومة دفاع جوي في مطار دمشق، وقام إسرائيل أو تم قصف مطار حلب الدولي وخارج عن الخدمة. اليوم بالمناسبة يعود مطار حلب الدولي إلى الخدمة. هذه الزيارة تأتي في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وخاصة بعدما أعلن وزير خارجية النظام التركي أن هناك اجتماعا رباعيا في الأسبوع المقبل سيكون على مستوى نائبي وزراء الخارجية لهذه الدول فيما يتعلق موضوع التطبيق، لتتم بعده اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية. هذه الزيارة أيضا تأتي في إطار الرد الضمني على تصريحات وزير الخارجية السعودي أمير فيصل بن فرحان التي صرح بها فيما يخص الملف السوري والعلاقة مع دمشق. ولكن هذه اللهجة الجديدة آية من الوزير الخارجية السعودي بن فرحان تجاه دمشق تأتي، هو نفس المسؤول الذي أجل في المقابل موضوع يعني فتح الأبواب إلى وقت غير محدد، حيث تم التركيز في عبارات أو في تصريحين منفصلين على عبارتين هما في وقت ما ومن السابق لأوانه. آية يعني اليوم يطلق هذا الموقف السعودي المحكوم بشقين تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية أو كيف لماذا لا تقدم السعودية على إجراءات أو خطوات مماثلة للدول العربية تجاه دمشق، وأيضا اليوم عدم تحديد موقت محدد فيما يخص هذا الموضوع، يعني هل يعود ذلك إلى اعتبارات ومتطلبات سعودية تطلبها من دمشق؟ أيضا يعني موضوع الإشارات السعودية بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية يعني بعد 12 عاما من تعليق عضويتها في الجامعة العربية، تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن الباب مفتوح أمام عودة دمشق إلى الحضن العربي، ولكن هذه العودة مرتبطة أو مرهونة باستجابة النظام السوري مع متطلبات السعودية أو متطلبات الدول العربية فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، وأيضا موضوع إيجاد تسوية للأزمة السورية. يعني أي نستطيع القول أن يعني السعودية تعمل على إعطاء مهلة، وذلك لكي لا يكون الوقت ضيق وحتى تنضج التفاهمات بين السعودية وسوريا. نعم، أيضا كما تحدثنا في الجولة هناك زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والتقائه بالرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي. ما هي الملفات التي هيمنت على اللقاء إسماعيل؟ نعم آية، يعني زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المنطقة تأتي في إطار جولة شرق أوسطية. لقد يعني هذه الجولة لقد زار فيها الأردن وأيضا العراق، ولكن كانت الزيارة بشكل يعني غير نعتبر أنها كانت مفاجئة بالنسبة للإعلام كما يقال، ولكن هذه الزيارة جاءت لقد وصل لويد أوستن إلى مطار بن غوريون، حيث تم اللقاء هناك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانيت، وهناك تم يعني النقاش حول مواضيع 4 مواضيع
هي واحد موضوع يعني موضوع الملف النووي الإيراني، وأيضا موضوع عن التصعيد في فلسطين، وأيضا الحرب الأوكرانية، وكذلك العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في يعني في إطار المجال العسكري. نعم، كونك تحدثت عن التصعيد في فلسطين اليوم، ليست المحاولة الأولى للتهدئة، هل ستنجح؟ ولكن اليوم هل نستطيع القول بأن هذه المحاولات يمكن أن تنجح؟ نعم، موضوع التصعيد في الأراضي الفلسطينية يعني اليوم يعني إسرائيل وحتى الولايات المتحدة تقف يعني بقلق تجاه هذا التصعيد الحاصل، وخصوصا الموقف الأمريكي، حيث الرسالة التي حملها وزير الدفاع لويد أوستين إلى بنيامين نتنياهو، وذلك بوقف التصعيد مع الفلسطينيين وخصوصا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، لأن هذا التصعيد سوف يشتت انتباه الحكومة الإسرائيلية وأيضا التنسيق بين تل أبيب وواشنطن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. فلويد أوستين حمل رسالة طمأنة لإسرائيل فيما يخص موضوع الملف النووي الإيراني، وقال بأن واشنطن لن تسمح بوصول إيران إلى العتبة النووية، وأيضا قال بأن إيران هي المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وقال أن جو بايدن يعمل جاهدا لتقييد البرنامج النووي الإيراني، ولكن يعتقد بأن الوسائل الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع إيران من الوصول إلى الملف النووي. مقدم البرنامج والمشارك دائما فيها، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من غرفة الأخبار الزميل إسماعيل خضر، شكرا جزيلا لك.